سيد أحمد، أهلا ومرحبا بك. في أي اتجاه يعني ستسير الأحداث في شبه الجزيرة الكورية عقب تجديد العقوبات بصورة غير مسبوقة ضد بيونغ يانغ؟ في ظل الرئاسة روسيا لمجلس الأمن وبمبادرة صينية أمريكية، صدر قرار بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية صباح اليوم. هذا القرار هو استكمال لقرارات سابقة صدرت في عام 2006 و2009 والآن 2013. يعني من الحاجات المميزة أنه أول قرار يصدر في ظل رئاسة الرئيس الكوري كيم يونغ أون، وسبقه ثلاث قرارات صدرت في عهد والده كيم يونغ إيل. العالم يدين بشدة والمجتمع الدولي. اليوم هي من المرات القليلة اللي في مجلس الأمن اللي بيصدر يعني فيها قرارات بالإجماع كما رأينا، فبالتالي يوجد إرادة دولية صلبة تجاه استمرار كوريا الشمالية في برنامجها النووي، ومستعدين يعني الدول الكبرى مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة. قرارات اللي صدرت اليوم بكل تأكيد هي بتضع قيود جديدة، لأن هي ليست فقط تتعاطى مع العقوبات الحكومية، ولكنها توسعت في إعطاء سلطات للدول الأخرى في تفتيش البواخر التي تحمل علم كوريا الشمالية، أو البواخر المتجهة إليها أو القادمة منها، في وسيلة لكبح جماح تصدير السلاح ومبيعات التكنولوجيا المتقدمة إلى كوريا الشمالية. بالنسبة للشق السياسي، هناك رغبة شديدة من جانب جميع الأطراف الدولية وعلى مستوى الدول الدائمة العضوية بكل تأكيد في العودة إلى المفاوضات السداسية التي بدأت في عام 2005. يعني بخلاصة، كوريا الشمالية لن تستطيع الاستمتاع كثيرا بنتائج التجربة النووية الأخيرة التي حدثت في فبراير الماضي. نعم، هذا واضح، ولكن يعني كل هذه العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية، يعني هل من الممكن أن تدفع بيونغ يانغ إلى التخلي عن سلاحها النووي والصاروخي؟ يعني حتى الآن لا أعرف ردود الأفعال بيونغ يانغ لفارق التوقيت، ولكن فجر اليوم بتوقيت نيويورك صدر عن متحدث رسمي في الخارجية كوريا الشمالية في بيونغ يانغ تصريح غريب يعني، وتم التعامل معه بلهجة قاسية من جانب واشنطن، ألا وهو التهديد بحرب استباقية أو هجوم نووي استباقي على الولايات المتحدة. صحيح. بكل تأكيد بيونغ يانغ يعني في حالة ترنح وهزيان، ولا يعلموا ماذا يقولون. سيكون للعقوبات تأثير. كوريا الشمالية تعاني نقص في المواد الغذائية، بالإضافة يعني في يمكن نقطة أحب أن أنوه عنها في القرار العقوبات الإضافية التي صدرت اليوم، إن هم منعوا تصدير السلع الفاخرة، المجوهرات على سبيل المثال، السيارات الفاخرة والسريعة وسيارات السباق. أنا لم أعلم أن كوريا الشمالية بها مضمار لسباق السيارات، ولكنها يبدو أن في بعض يعني في الحاشية المحيطة بالزعامة الكورية يوجد من هم يهون اقتناء مثل هذه الأشياء. نتمنى أن يسير الوضع للتهدئة، ولكني لا أعتقد أن بيونغ يانغ ستستجيب من المحاولة الأولى، ويجب إعطاء هذه العقوبات فرصة. نعم. العقوبات أيضا وضعت قيود على نقل الأموال السائلة الكاش ماني الذي كان ينقل في الحقائب، ووضعت قيود أيضا على عمل الدبلوماسيين كوريا الشمالية ليس فقط في الأمم المتحدة ولكن في مختلف دول العالم. يجب أن ننظر إلى هذا، ويجب أن نضع لهذه العقوبات فرصة لتثبت فعاليتها. سيد أحمد، يعني كما تعلم الصين أيدت العقوبات ضد كوريا الشمالية، هل من الممكن القول بأن بيونغ يانغ فقدت حليفتها الوحيدة وهي الصين؟ هي لم تفقد الصين بعد، يوجد يعني الملف الصيني الكوري الشمالي هو بالتعقيد، ولكن بكل تأكيد الصين أدانت بشدة
التجربة النووية اللي قامت بها كوريا الشمالية في فبراير. ليس في مصلحة الصين أن يكون هناك سباق نووي في شبه الجزيرة الكورية، هذا يتعارض يعني مع أولويات الأمن القومي الصيني في المقام الأول. ربما تكون الصين هي حليف بيونج يانج القوي، ولكن مصالح الصين هي ليست مع بيونج يانج، ولكن في محاولة نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية. يعني كما هو ملاحظ، هناك لهجة شديدة من قبل كوريا الشمالية ضد الشطر الجنوبي والولايات المتحدة، هل هذا ربما متعلق بالرئيس الجديد؟ سيد أحمد، عذرا لمقاطعتك سيد أحمد، أعتذر منك كثيرا للمقاطعة. الآن ننتقل إلى تونس، هناك حيث نبث مباشرة مؤتمر صحفي يعقده رئيس الحكومة المكلف علي العريض، ويعلن فيه تشكيلة الحكومة الجديدة. شكرا جزيلا لك سيد أحمد فتحي.